خير الكلام ما قل ودل في إفريقيا. لا يحق لك الافتخار بفريقك إلا إذا كنت مشجعا للأهلي المصري أو شبيبة القبائل. شهادة بقيت حية لنجم الكرة الكاميرونية روجيمينا. بعد غياب طويل عن المنافسات الإفريقية، زعيمها شبيبة القبائل يعود إليها من بوابة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. وصف الدور الجزائري بعدما عانى طيلة الخمس مواسم الأخيرة، ها هو يلمع بشبان وبقيادة المدرب فرانك دوما وعلى رأسهم شريف ملال، يعيدون الكناري إلى مكانه الطبيعي. والفضل الكبير يعود إلى جمهور القبائل الذي وقف مع النادي في السراء والضراء. وحمرون أمام الكرة والكل يتأهب والكل ينتظر، يستعد ويدايا يتقدم يضرب كورة. لا تمسكوني اتركوني، الكلال باللغة الأمازيغية يسوي 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 جول. حب الألوان، حب الكرة، حب الجماهير، هكذا يقول رشد حمرون. هاي الإعادة والكرة الله. أشبال المدرب الفرنسي وإن حققوا كل الأهداف المسطرة هذا الموسم، ورغم نقص خبرتهم في المنافسة الكبرى، فهم بحاجة إلى أسماء ثقيلة تزيد في وزن التشكيلة القبائلية. مهما كانت القراءات والتوقعات، شئنا أم أبينا لن يكون التحايل وشراء الذمم في أدغال إفريقيا. حينها ستعرفون من خلق ليفترس ومن خلق ليفترس.